بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الأطهار والصحابة الكرام الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح الوسطى، العقيدة الوسطى للإمام سيدي أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه، شرح العلامة الإمام السرقسطي عند قوله باب الدليل على وجوب صفات المعاني. قال: باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى ووجوب القدم والبقاء لجميعها وما يتعلق بذلك، وفيه خمسة أصول. الفصل الأول في القدرة وأحكامها، ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم قادرا. هذه هي الصفة المعاني المعنوية في صفات معاني اللي هي القدرة، والمعانوية أو المعنوية التي هي كونه قادرا. ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم قادرا، وإلا لما أوجد شيئا من الحوادث بقدرة، لأنه لا يعقل قادر لا قدرة له غير متحدة بذاته، وإلا لزم كون الاثنين واحدا وهو محال لا يعقل قديما، وإلا كان ضدها وهو العجز قديما. فلا ينعدم أبدا لما علمت أن القديم لا يقبل العدم، فيلزم أن لا يقدر أبدا، ومصنوعاته تشهد باستحالة ذلك. وأيضا لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى، ويلزم التسلسل، ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكنات. كل هذا في صفة القدرة، إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض لاحتاجت إلى مخصص لأجل استوائها في حقيقة الإمكان فتكون حادثة، وقد عرفت وجوب قدمها. وإن فرض تخصيصها بغير مخصص لزم انقلاب الممكن مستحيلا. كده انتهى الكلام في القدرة. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على الصفات السلبية وأخر صفات الوحدانية ولم يذكرها مع أخواتها القدم والبقاء والمخالفة بالحوادث والقيام بالنفس لطول الكلام عليها، يعني أخر صفة الوحدانية منه الكلام فيها يطول، ولمناسبة ختم الصفات كلها بالوحدانية، يعني هذا نوع من التنظيم الحسن، أنه جاب الصفات السلبية وبعدين دخل على صفات المعاني وأخر له الكلام في الوحدانية، رغم أن الوحدانية تابعة للصفات السلبية. لماذا أخرها؟ خلاها في الآخر خالص ليه؟ للكلام فيها مهم وطويل، ولأجل أن يختم الصفات كلها بالوحدانية ختم الله لنا بها كما ختم لرسله وأنبيائه والسعداء، يعني ولأهل السعادة من خلقه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع في الكلام على صفات المعاني، وهي القسم الثالث من العشرين، يعني من العشرين صفة
العشرين صفة، صفة الوجود، وخمسة سلبية، وسبعة معاني، وسبعة معنوية. وكان سبعة وسبعة 14، وخمسة 19، وواحدة 20. وأيضا في الكبرى قدم الصفات المعنوية على إيه؟ على صفات المعاني. وفي كل مجال له ما يناسبه. وحقيقتها على الجملة هي كل صفة موجودة في نفسها تقوم بمحل أي ذات أو جعل له حكما. وحقيقتها يقصد حقيقة صفة المعنى أو صفات المعاني على الجملة، وليس يتكلم في صفة بعينها. فيقول حقيقتها يعني حقيقة أي صفة معنى، اللي هي كل صفة موجودة في نفسها تقوم بمحل أي ذات أوجبت له أي لهذا الذات حكما أي تعلقا، سواء كانت قديمة أو حادثة. يعني صفات المعاني تكون قديمة لأنها صفات لله، أما إذا كانت صفات لغيره تكون حادثة، كالبياض القائم بالجر. فالبياض لا نقول إنه صفة سلبية، وإنما هو صفة معنى قائمة بالجر، لأن البياض لا يقوم بنفسه. وكذلك السواد، فالبياض موجود يعني صفة موجودة وتقوم بمحل، سواء كان هذا المحل قديما أو إيه أو حادثا. إذن فصفات المعاني من حيث هي كل صفة موجودة في نفسها تقوم بمحل، وقيامها بالمحل توجب له حكم. ما هو الحكم الذي توجبه؟ أن تكون متعلقة. وهذا في كل صفات المعاني القديمة إلا صفة الحياة، ليس لها تعلق. وقدم الصفات السلبية على المعاني من باب تقديم التخلية عن التحلية، كما هو الشأن عرفا لداخل حمام يتحمم يزيل أدرانه ثم يلبس ثيابا حسنا. يعني معروف أنه السلب النفي يعني أو التنزيه مقدم على إيه؟ على التحلي بصفات الكمال. ولذلك حتى إحنا في التسبيح وفي الذكر نقدم إيه؟ التنزيه سبحان الله، لا نبدأ بالحمد لله وإنما نبدأ به سبحان الله. ليه؟ لأن تنزيه نفي، نفي عن النقائص وتنزيه للمولى تبارك، ثم نأتي به بالإثبات، نفي وبعدين الإثبات سبحان الله وبعدين الحمد لله، عن إثبات الكمالات المحامد، وبعدين نجمع بينهما يعني بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا ترتيب الكلمات، الأول التسبيح، وبعدين كلمة التحميد، ثالثا التوحيد أو التهليل، رابعا التكبير. ليه؟ ما هو سر هذا الترتيب؟ احنا بنقول كل يوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد الصلاة 33 33 مش كده؟ دبر كل صلاة. فنبدأ ايه؟ هل ينفع نبدأ بالتكبير أو نبدأ بالحمد، ولا نمشي كده حسب سبحان الله الحمد لله التكبير الله أكبر. لما ترتيبهم كده سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهذه هي الباقيات الصالحات، يعني هي الكلمات التي يبقى ثوابها لك في الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أول حاجة التنزيه نفي النقائص، ثانيا التحميد اللي هو إثبات الكمالات، ثالثا الجمع بينهما، رابعا التكبير يعني الله أكبر. سواء أنت أثبت أو نفيت
فأنت تثبت بقدر محدوديتك وبقدر عقوديتك وبقدر بشريتك بقدر طاقتك. أما النفي الحقيقي ليس منك، وكذلك الإثبات الحقيقي، فأنت لم تنف عن الله شيئا ليس منفيا، ولم تثبت له شيئا ليس ثابتا. فأنت لم تنشئ لا النفي ولم تنشئ الإثبات، بل أنت تتعبد بهما. يعني زي ما احنا نيجي نقول اللهم صل على سيدنا، هل أنت تنشئ الصلاة؟ الله تعالى يصلي من قبل الخلق، اللهم صل. فأنت تتعبد بهذا، تنشئ الثناء ولا تنشئ نفس الصلاة لأنها موجودة. ولذلك جاءت في الآخر كلمة الله أكبر، كأن الحق تعالى يقول لك سواء أثبت أو نفيت فأنا أكبر مما نفيته ومما أثبته، لأنه لا يعرف حقيقة الإله إلا الله. أنت بتتعبد وبتأخذ ثواب وبتتقرب. يلا. وليطابق القرآن كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني القرآن الكريم قدم النفي، ليس كمثله شيء، قدم التنزيل، وبعدين أثبت الكمالات وهو السميع البصير. واضح؟ باب، أي هذا باب في بيان إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على وجود صفات المعاني. صفات المعاني على قسمين، الأول ما تتوقف عليه أفعاله تعالى، والثاني ما لا يكون كذلك. يعني نقسمها أو نقسم كل الصفات إلى قسمين. القسم الأول ما تتوقف عليه أفعاله، يعني ما يتوقف عليه الفعل. والقسم الثاني ما لا يتوقف عليه الفعل. كم الصفات عددها الأساسية؟ كم؟ 12 صفة، 12، لأن الوجود يعد في الصفات من باب التجاوز أو التسامح، أن الوجود هو الذات. بقي كم صفة؟ 12 صفة. ناخذ منها كم صفة يتوقف عليها الفعل؟ قالوا تاخذ صفة الوجود. صفة الوجود، لأن الله تعالى إذا لم يكن موجودا لا يتم فعل أو خلق أي شيء، كيف يخلق ويرزق وهو غير موجود؟ أول حاجة الصفة التي يتوقف عليها الفعل صفة ليه؟ الوجود. ونأخذ من الصفات السلبية أربعة، يعني هناخذ القدم والبقاء والمخالفة للنفس والمخالفة للحواس والقيام بالنفس، سيب الوحدانية، يبقى كام كده؟ أربعة. ونأخذ من صفات المعاني كام؟ أربعة، القدرة والإرادة والعلم والحياة، يبقى كام كده صفة؟ كام كده؟ واحدة وأربعة، أربعة كام؟ كام؟ تسعة، يبقى باقي كام؟ ثلاثة. يبقى الصفات التي يتوقف عليها الفعل تسعة، والتي لا يتوقف عليها الفعل ثلاثة، اللي هي السمع والبصر والكلام. خلاص كده؟ ده بيجي واحد يسأل في الوحدانية، الوحدانية مختلف فيها، الوحدانية مختلف فيها. فلو أخذنا بالرأي اللي يجعل الوحدانية من الصفات التي يتوقف عليها الفعل، هيبقى الصفات كام؟ عشرة. خلاص كده؟ والتي لا يتوقف عليها الفعل هيبقوا كام؟ هيبقوا ايه؟ ثلاثة، للسمع والبصر والكلام. واضح كده؟ يبقى الوحدانية اختلفوا فيها، والأصح أنها ايه؟ من الصفات التي يتوقف عليها الفعل. يعني حضرب لك إيه مثال حتى تفهم. يعني أنت لو جئت مثلا في صحراء ليس فيها جن ولا إنس وليس فيها أحد، وجدت قصرا
مشيدا جميلا في غاية الروعة وحسن البناء. هذا البناء أو هذا القصر يتوقف على إيه؟ أول حاجة يتوقف على بالي، لازم يكون فيه في بالي، يعني ليبني لك هذا البيت يكون فيه بنا. طب البنا ده بيبقى موجود ولا معدوم؟ موجود، لكن لا يتوقف البناء على أن هذا البناء يكون إيه واحدا، ما يتوقفش على الوحدانية، ويتوقف البناء على القدرة، ويتوقف على الإرادة، ويتوقف على العلم، وهكذا. ففي صفات يتوقف عليها الفعل، يعني تتوقف عليها أفعاله تعالى. يعني لو لم يكن الحق تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا لما وموجودا وقديما لما أوجد العالم. فهمتم؟ طب يلا، إن صفاتنا صفات المعاني هتنقسم إلى قسمين، صفات يتوقف عليها الفعل وصفات لا يتوقف عليها الفعل. الأول القدرة والإرادة والعلم والحياة. ثلاثة كم كده؟ أربعة. باقي كم من صفات المعاني؟ باقي ثلاثة. الثلاثة اللي هي إيه؟ الكلام والسمع والبصر. يعني لا يتوقف الخلق على أن الله تعالى سميع أو على أنه بصير أو على أنه متكلم، إنما يتوقف على إرادته وعلمه وقدرته وحياته. يعني هذه الأربعة من صفات المعاني عليها مدار الألوهية، يعني إذا لم يتصف بها لا يكون إلها، لكن ليس بشرط أن يكون الإله موصوفا بالسمع والبصر والكلام. والثاني ما سوى ذلك. ما سوى ذلك اللي هي إيه؟ الثلاثة. والإضافة في صفات المعاني للبيان. يعني فين كلمة الصفات مضافة لكلمة المعاني؟ لأن الصفات هي المعاني، فبيسموها دي إضافة للبيان، لأن الصفات هي المعاني، كأنه قال لك الصفات هي المعاني أو المعاني هي الصفات. وأن المراد الصفات التي هي نفس المعاني. يعني أن الصفات هي نفس المعاني. ويعنون بها المعاني الوجودية كالعلم والقدرة والإرادة. يعني المقصود بصفات المعاني اللي هي المعاني الوجودية زي العلم والقدرة والإرادة مثلا. ونظير هذه الإضافة قولك بلغ فلان درجة العلم. ما هي الدرجة التي بلغها؟ هي العلم. فلما نقول درجة العلم يبقى الإضافة للبيان، الإضافة للبيان. ومرتبة الإمام. يعني بلغ مرتبة الإمام، يعني مرتبة هي الإمامة. ويصح أن تكون الإضافة في جميع ذلك بتقدير من كقولك ثوب من خز ونحوه. يعني ممكن تبقى صفات المعاني، يعني صفات من المعاني. يبقى عندنا وجهان، الوجه الأول أن تكون الإضافة للبيان، والوجه الثاني أن تكون الإضافة على تقدير من، كما تقول خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. إضافة بيانية، يصح أن تكون إضافة للبيان أو بيانية. ما الفرق بين الإضافة التي يسمونها للبيان وبين الإضافة التي يقولون بيانية؟ البعض قال واحد عبارة عن فزلكة أو يعني تفنن في الألفاظ، والبعض فرق بين الإضافة التي للبيان والإضافة التي بيانية، فقال الإضافة التي هي للبيان بين المتضايفين عموم وخصوص مطلق، والإضافة البيانية بينهما عموم وخصوص وجه. خلاص؟ وعاوز تريح نفسك خليهم مترادفة واحد، فاختر الطريق الأسهل. والدليل على وجود أحكامها له تعالى، يعني أحكام المعاني، وهي المعنوية
يعني يبقى إذا المعاني لها أحكام. المعاني لها إيه؟ ما هي أحكامها اللي هي المعنوية؟ يعني مثلا القدرة ما هو حكمها؟ تقول حكمها أن يكون تعالى قادرا، يعني كونه قادرا. إذن فأحكام المعاني هي الإيه؟ هي المعنوية، وتعتبر في السنوسية الكبرى مقدم الصفات المعنوية على المعاني. ليه؟ قال لأن المعاني تعتبر هي دليل المعنوية. شوف كده، هي دليل عليها. وحقيقتها هي الحال الواجب للذات ما دامت الذات معللة بعلة. يعني ايه معنى، واحد سألك ايه معنى الصفة المعنوية مش المعاني؟ قلنا معنى الصفة المعنوية عشان تعلم عليها اللي معنى صفة المعاني. كده كل صفة موجودة في صفحة 114، كل صفة تقول كده كل ما تاني كل فين يا اخي كل صفة موجودة في نفسها تقوم بمحل. ده تعريف ايه ده؟ ها؟ تعريف المعاني. تاخد صفر في الأيام امتحاناتك. كل صفة موجودة في نفسها تقوم بمحل. ده تعريف ايه ده؟ طب ايه تعريف المعنوية؟ تقول هي الحال الواجب للذات ما دامت الذات معللة بعلة. ها؟ ده هي تعريف الصفة المعنوية. ليه؟ لأنها عبارة عن إيه؟ تعليل للإيه؟ يعني مثلا لماذا هو تعالى لماذا تجب له القدرة؟ لماذا هو قادر؟ لأن له صفة القدرة. إذن هي شوف كده هي الحال الواجب للذات ما دامت، يعني هي مش ليست صفة وجودية. الصفة الوجودية هي الايه؟ هي صفة المعنى، انما دي معنوية. فكلمة معنوية يعني هي ليست موجودة ولا معدومة، وانما هي حال. ايه معنى حال؟ يعني واسطة بين الوجود والعدم، ولكنها لا تجب للذات ما دامت الذات معللة بعلة. إنما لو قلنا ما دامت الذات غير معللة، يبقى هذه الصفة إيه اسمها؟ الصفة النفسية دي. هذه الصفة النفسية. فلو قلنا غير معللة، يبقى هذا تعريف لصفة الوجود، لأن صفة الوجود حال أيضا. فعندنا صفات وجودية وعندنا حال لمن يثبت. لكن عندنا في المذهب الأشعري في من ينفي الصفات المعنوية ويقول هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، فيسميها اعتبار ولا يسميها حال. فإذا أثبتناها يبقى الصفات كام؟ 20. وإذا لم نثبتها تبقى كام؟ 13. هي الحال الواجب للذات ما دامت الذات معللة بعلة. فالحال أخرج به السلوك وصفات المعاني. لما نقول الحال يبقى راحت الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية عدم معدومة والمعاني موجودة. يبقى إذن المعنوية هي صفة لذات، شوف كده، أو صفة لموجود. هذه الصفة لا موجودة ولا معدومة، لأن لو كانت موجودة لكانت صفة معنى، ولو كانت معدومة لكانت من الصفات السلبية، ولكنها واجبة للذات ما دامت الذات معللة بإيه؟ بعلة. يعني ما هي علة؟ يعني كأنه المعاني دي علة للمعنوية، والمعنوية معلولة لها، لأنه العلة تلازم الإيه؟ المعلول وجودا وإيه؟ وعدم. ومعللة بعلة أخرج به النفسية. نعم. ومعنى التعليم التلازم، أي يلزمها معنى قائم بالذات. ومعنى شوف كده، خد بالك، يجي واحد يقول لك كيف تقول عن الصفات المعاني
المعنوية كيف تقول إنها معللة، مش كده؟ والتعليل يعني معناها المعلول ده لا يكون إيه؟ لا يكون قديما، العلة قديمة، إنما المعلول كيف يكون؟ ففي هذه الحالة نقول له معنى، شوف كده، معنى التعليل التلازم. يعني إيه؟ ليس التعليل اللي إحنا فاهمينه، يعني ليس التعليل معناه التأثير، ولكن التعليل معناه التلازم. يعني مثلا يلزم من قيام صفة العلم به تعالى أن يكون عالما، أو التعليل معناه التلازم. يعني هناك تلازم بين المعاني والمعنوية، فيلزم من إثبات القدرة كونه قادرا، ومن إثبات العلم كونه عالما. أهو معنى التعليل. التعليل ليس معناه التأثير، مش أنا أقول هذا يعني مثلا الماء والري، فأقول ما هي علة الري، يعني ما هو الذي أثر وأحدث الري، هو ليه الماء، ليس هذا هو المقصود، وإلا هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى حدوث الصفات. وإنما التعليل معناه التلازم. أي يلزمها معنى قائم بالذات، فقادر يلازم القدرة، ومريد يلازم الإرادة، وعالم يلازم العلم، وحي يلازم الحياة، وسميع يلازم السمع، وبصير يلازم البصر، ومتكلم يلازم الكلام. وسميت معنوية. شوف كده، حي يعني يلازم الحياة، يعني حي ذي، خد بالك، حي هذا ايه اسمه تعالى، حي وهي صفة الحياة، مش كده؟ فكونه حيا، حي يعني ايه؟ يعني الصفة الايه؟ يعني الصفة المعنوية، والحياة اللي هي صفة المعنى. طيب وعندك سميع ده المعنوية، والسمع هو المعاني. طيب وعندك بصير، هذه هي الصفة المعنوية. طيب والبصر هذه صفة الايه؟ المعنى. طيب ومتكلم دي المعنوية. طيب والكلام هو صفة الايه؟ المعنى. ولذلك خد بالك الصفات المذكورة في القرآن اللي هي المعنوية مش المعاني، والصفات المعنوية مجمع عليها، أما المعاني لا، المعتزلة لم يجمعوا عليها. وصفات المعاني إنكارها كفر، والمعنوية ليس صفات المعنوية إنكارها كفر، والمعاني ليس إنكارها كفر بل فسق. فده الفرق، الفروق اللي احنا قلناها دي بين الصفات المعنوية وبين ايه؟ وبين اولا الصفات المعنوية في القرآن اللي هي سميع، بصير، حي، قادر، ده مذكور في القرآن. ده وبعدين الصفات المعنوية عليها إجماع، ما حدش بينكرها خالص، بل إنكارها يكون كفرا. لو واحد أنكر أن الله قادر يكفر، لكن لو أثبت أنه تعالى قادر ونفى القدرة، هنا فسق. زي المعتزلة قالوا هو قادر لكن ليست، لا توجد صفة اسمها القدرة، هو قادر بذاته وسميع بذاته. يبقى الكل اتفق على إيه؟ على إثبات المعنوية، ولكن اختلفوا فين؟ في المعاني. ولأجل هذا السنوسي نفسه قدم الصفات المعنوية في الكبرى لأنها هي الأصل. وإحنا قلنا في تلازم، يعني قلنا التعليل بين المعاني والمعنوية معناه التلازم، يعني يلزم من وجود هذه وجود الأخرى. والذين نفوا المعنوية، يعني لم ينفوها بمعنى إثبات الضد وإلا لكان كفرا، وإنما نفوها بمعنى نفي زيادتها، قالوا هي نفسها هي المعاني ولكنها عبارة، يعني لنفى أنها حال أثبت الاعتبار، يعني نفاها من وجه وأثبتها من وجه آخر. وسميت معنوية لأنها منسوبة إلى المعاني، لأن الاتصاف بالمعنوية فرع على الاتصاف بالمعاني. طب المعنوية نسبة إلى المعاني، طب المعاني نسبة إلى إيه؟ إلى المعنوية؟ المعاني النسبة في اللغة العربية بتبقى للمفرد، فالمعنوية النسبة إلى المعاني على الجمع، وذلك أصلها المعانوية.
أما المعاني نسبة إلى المعنى، نسبة إلى المعنى فسميت معاني، والثانية نسبة إلى لفظ كلمة معاني يعني المعانوية، فلقوها كده المعانوية المعنوية تخفيفا. خلاص فهمت؟ كلمة المعنوية أصلها المعانوية، أما المعاني سهلة النسبة فيها إلى الإيه؟ إلى المفرد. وسميت معنوية لأنها منسوبة إلى المعاني، لأن الاتصاف بالمعنوية فرع على الاتصاف بالمعاني، ولأنها أظهر منها. يعني كأن المعاني أصل لثبوت المعنوية، مش احنا قلنا علة؟ ولأنها أظهر منها إذ هي موجودة. يعني خد بالك، المعنوية صفات وجودية، حتى اللي أنكرها يعني المعتزلة أنكروها. طب كيف أنت سؤال، كيف المعتزلة يثبت الصفة اللي هي حال اللي هي بواسطة بينه وينكر الصفة اللي هي موجودة؟ كيف هذا؟ يعني المفروض هو لما ينكر الأخف اللي هي الواسطة اللي هي لا موجودة هي الأولى بالإنكار، إنما الصفات الوجودية ينكرها؟ قال لك هو ما أنكرهاش إنكار مطلق، هو قال هي الذات، يبقى معناه هو بيعترف بوجودها بس مش موجودة زائدة على الذات. خدت بالك؟ فما حدش أنكرها، إنما هو أنكر أنها زائدة على الذات. يعني قال هي الذات. إذ هي موجودة والمعنوية ثابتة فقط. يعني الصفات كل ده نعمل كده، انت جدول كده قول كده الفرق او الفروق بين الصفة المعنوية وبين صفات المعاني، قام 7-8 زي ما نفرق. يلا. وهذا على رأي مثبته الحال، واما على رأي من لا يثبته فقادر عنده عبارات عن كيان القدرة. يعني في يقول لك والله انا لا اثبت المعنوية، انما انا بقول هو يعني هي قادر، مش صفة جديدة، هي نفس القدرة ولكن قيامها. يعني مثلا هل اثبات المعنوية ده مهم؟ يقول لك ما انت مثلا اثبتت الذات واثبتت الصفة، هل انت محتاج الى امر اخر؟ نعم، لانه اثبات الذات فقط وإثبات الصفة فقط لازم يبقى فيه إيه؟ إثبات قيام الصفة بهذه الذات. فلو أثبتت الذات وأثبتت الصفة دون أن تثبت قيام الصفة بالذات مش مينفعش، وذلك لابد من إثبات الإيه؟ المعنوية، حتى ولو جعلناها إيه؟ عبارة عن قيام الإيه؟ الصفات بالموصوف. وأما على رأي من لا يثبت فقادر عنده عبارة عن قيام القدرة بالذات وهكذا إلى آخرها، وهي القسم الرابع من العشرين. يبقى هي الصفات العشرين كم قسم؟ 4: النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. المعاني لازم تكون زي المعنوية 7، المعنوية تكون زي المعاني 7 لأن هي علة ومعلول، يعني في تلازم. والصفات السلبية 5، وبعدين صفة الوجود، يبقى 6 و7 و7. يلا. وفي بيان الدليل على وجوب القدم والبقاء لجميعها يعني جميع صفات المعاني، وفي بيان ما الذي يتعلق بذلك يعني كالاستدلال على استحالة أن يكون فعله عز وجل بطبع أو تعليم، واستحالة أن تكون أحكامه تعالى وأفعاله لغرة، واستحالة اتصاف ذاته العلية بالحوادث. وفيه أي في هذا الباب 5 فصول ستأتيك وترقاك وتخف عليها واحدا بعد واحد إن شاء الله. يعني نضيّل هنا في هذا الكتاب فيه تفصيل دقيق، يعني ممكن يكون ليس موجودا في الكبر، فيه تفصيل دقيق جدا ويحتاج الى ايه؟ صبر، لانه في تاسيس يعني. يلا. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الفصل الاول منها، فقال: الفصل الاول في وجوب القدره. يعني كل صفه هيتكلم عن تعريفها وعن دليل وجوبها العقل والنقل وعن احكامها. يعني
يترتب على ذلك كلام في أحكام الصفات، وهو مهم جدا، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الفصل الأول منها. فقال الفصل الأول في وجوب القدرة، طب ليه؟ لماذا قدم القدرة؟ ما كان يبدأ بالعلم، يقول لك العلم ده هو أم الصفات، ليه بدأ بالقدرة؟ مع أن القدرة أصلا لا توجد شيئا ولا تعدمه إلا إذا سبق أن الإرادة تخصصه، والإرادة لا تخصص شيئا إلا إذا سبق في العلم، فكأن الأساس والأصل هو ليه؟ فلماذا بدأ بالقدرة؟ قال لك القدرة وإن أتت متوقفة، يعني هي القدرة متوقفة على الإرادة، والإرادة متوقفة على إيه؟ لأن لها مدخلا في التأثير، يعني لأن المتصلة مباشرة بإيجاد الكائنات وإعدامها، فلها اتصال مباشر. يعني نفرض في علم وفي إرادة وما فيش قدرة، حتوجد الكائنات، فمن الذي أثر في أقرب صفة في التأثير؟ القدرة. وذلك أنت لما تحصل لك أي مصيبة تقول يا رب ارفع إنك على كل شيء قدير، ولا تقول إنك بكل شيء عليم، أو أنت تريد أن تقول على طول تلجأ للقدرة، يا رب انتقم من الظالم فأنت عليه قادر، وهكذا أنت ولي ذلك والقادر عليه، وهكذا كما يدعو السلفي على الناس دائما نلجأ إلى القدرة، لأن أنت عاوز ليه؟ عاوز التنفيذ، عاوز التأثير. فأقرب الصفات إلى الكائنات هي ليه؟ هي القدرة، لأنها لها التأثير، التأثير الإيجاد والإعدام، لا يحدث شيء إلا بها، مع أنه هي متوقفة على الإيه؟ على الإرادة وعلى الإيه؟ وعلى العلم. يبقى إذن قدم القدرة على غيرها لأن لها مدخلا في التأثير، فكانت بمنزلة الذات، ولهذا وصفت بأنها مؤثرة على سبيل المجاز. يعني مثلا يعني نقول أنت خلقت لأن الله قادر، فكأنه التأثير لله تعالى في إيجاد الكائنات لأنه قادر، فكأنه القدرة لها مدخل في التأثير، ولا تقول أن الله خلق الأشياء لأنه عالم، وإنما تقول خلقها لأنه إيه؟ لأنها قادرة. ولذلك ممكن يسند التأثير إلى القدرة مجازا، فتقول مثلا انظر صنع القدرة الإلهية، هو صنع الله أو صنع الذات مش صنع القدرة، القدرة هي الصفة والتأثير للذات وليس للصفة، ولكن يسند التأثير إلى القدرة مجازا، فتقول أهلك الله قوم عاد بقدرته، وهو أهلكهم تعالى بذاته. يبقى القدرة هي إيه؟ هي التي لها مدخل في التأثير. فإذا أسندنا التأثير إلى القدرة أو إلى الصفات يكون مجاز ولا يكون إيه؟ حقيقة. فالتأثير الحقيقي للذات، فتقول الله الذات هي اللي خلقتنا ورزقتنا وليست لي القدرة. ولذلك لو واحد اعتقد أن القدرة مؤثرة تأثير حقيقي والذات كذلك، هذا شرك. يعني كأنه أشرك الذات بالصفات، يعني خلى الصفات شريكة للذات. ولذلك الله تعالى ذاته وصفاته، فلا نقول أن التأثير للذات وليس ليه؟ وليس للصفات، مفهوم؟ إنما يسند يجوز إسناد التأثير إلى الصفة مجازا. يلا. ولهذا وصفت بأنها مؤثرة على سبيل المجاز، وأخبر الإرادة لأنها كالوصف لها حيث تخصيص أحد المقدورين، وإن كان تأثير القدرة متوقفا على تأثير يعني الإرادة. جاب الإرادة بعد القدرة، زي كأن الإرادة صفة، تمام كده؟ يعني كانت تقول الإرادة التي شاء الله، القدرة التي شاء الله تعالى أن تخلق كذا، فكأنه أصبحت الإرادة صفة للقدرة. وقس على ذلك، ولذاته تبارك وتعالى التقدم عليها أي على صفات المعاني بالمرتبة لا بالزمان، لما يترتب على الصفات من الحدوث. يعني الذات في التعقل متقدمة على الصفات بالمرتبة، اسمه إيه؟ اسمه ده تقدم رتبي وليس تقدم زماني، كم أنواع التقدم
خمسة وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم بالشرف. يعني الذات في التعقل متقدمة على الصفات وليست في الزمان، لأنه لو كان التقدم زماني حيبقى معنى هذا حيترتب على هذا حدوث الايه الصفات، وحتكون الذات فيها نقصان. يعني لو كان تقدم الذات على الصفات بالزمان لكان الصفات الباري حادثة لأنه يصير لوجودها أول، ولكان الذات الباري عز وجل وتنزه ناقصة لما يلزم من وجود الذات خالية من الصفات وعارية عنها في الأزل، وحيث إن كل ذلك باطل فيكون التقدم تقدم الذات على الصفات تقدما بالمرتبة، ويعني بالمنزلة، يعني منزلتها تأتي في الذكر أولا. وخد بالك ما نقولش إنه القدرة متوقفة على الإرادة والإرادة متوقفة على العلم، يبقى معنى كده في تقدم وتأخر في الصفات نفسها وكلها أزلية، وإنما هذا الترتيب في التعقل عشان نفهم وليس في الزمن، إن كل الصفات قديمة وكلها أزلية، فلا توجد صفة قبل صفة، كله إيه؟ معا، لا يوجد فيها متقدم ولا متأخر، لأن التقدم والتأخر في الحادث. ثم لماذا قدم وأخر؟ قال بحسب التعقل لتفهم، يعني كيف يذكرها لك كده مرة دون أن يقدم أو يؤخر، هل يمكن؟ فلا بد من التقديم أو التأخير حتى نتعقل الصفات. ولذاته تبارك وتعالى التقدم عليها أي على صفات المعاني بالمرتبة لا بالزمان، لما يترتب على الصفات من الحدوث والذات من النقصان، تعالى في صفاته وتنزه في ذاته. والقدرة الأزلية عبارة هذا هو تعريف صفة القدرة. ما هي القدرة؟ صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، لا تزد ولا هو كده التعريف. صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يعني لا يمكن يوجد الله تعالى ممكنا إلا إذا أراد، ولا يمكن أن يعدمه إلا إذا أراد إعدامه. يعني كل ما يوجد بالقدرة خصصته ليه، وكل ما لا يوجد لأن الإرادة لم تخصصه. يعني مثلا الله تعالى قادر على أن يخلق لنا جبلا من الياقوت أو من الذهب والفضة أو من المرجان، أو يخلق لنا بحر من زئبق، أو يخلق لنا فرس بعشرين أرجل أو أكثر. لماذا؟ لأن الإرادة لم تخصص. فلا يوجد شيء في الكون إلا إذا خصصته الإرادة، وكل ما يحدث في الوجود معناه أن الله تعالى أراده، وكل ما لا يحدث معناه أن الله لم يرده. وإذا الله تعالى ما أراد شيئا فلن يكون، ولو اجتمع الثقلان لن يكون شيء إلا إذا أراد الله. فإذا وجد شيء من مصائب أو نفع أو ضر أو سعادة أو مرض، فعليك أن تؤمن بقضاء الله، لأنه لا يمكن يوجد غيره. كل ما يوجد وكل شيء كائن أراده، كده كل شيء كائن واقع في الوجود أراده الله تعالى، فلا بد أن نؤمن بذلك. لكن ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن نرضى بالمقضي أو بالمقدور، لأنه قد يكون معصية أو كفرا، لأنه لا يمكن أن يقع شيء في الوجود إلا بإرادته تعالى. واضح؟ فالأزلية احتراز من الحادثة، فلا تأثير لها فيما قارنها. يعني لماذا قال القدرة الأزلية احتراز من الحادثة اللي هي قدرة العبد؟ فهنا يخالف أهل السنة مذهب الجبرية. نحن نعترف بأن لنا قدرة ولكنها حادثة، وهذه القدرة الحادثة فقط تقترن بالفعل ليصح التكليف، ولكنه لا تأثير لها. التأثير للقدرة الأزلية لقدرة الله لا لقدرة العبد.
ولكن الفعل الذي يوجد من العبد تقارنه قدرة حادثة، ولهذا يصح تكليفه، وهذا ما يسميه الأشعرية الكسب. ما هو الكسب؟ هو اقتران القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير. خلاص كده؟ يبقى إذن قال الأزلية احتراز من الايه؟ من قدرة العباد الحادثة. أهل السنة يثبتونها ولكن ينفون التأثير، والجبرية ينفونها أصلا، يقولون لا توجد قدرة للعبد، والمعتزلة يثبتون القدرة الحادثة مع التأثير. إذن المذاهب في أفعال العباد كم؟ ثلاثة: الجبرية وأهل السنة والمعتزلة. القدرة الحادثة أهل السنة يثبتونها زي المعتزلة، إلا أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة نفي الإيه؟ نفي التأثير. طب والجبرية لا يثبتونها أصلا، ويقولون إن العبد عبارة عن ريشة معلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف تشاء، فالعبد لا إرادة له ولا فعل، كله إيه؟ يعني ليس فاعلا، كل شيء يفعل به. هذا هو مذهب الجبرية، والإمام الدردير بيقول الجبرية كفار قطعا. ليه؟ لأنهم ينفون التكليف. أما أهل السنة وإن كانوا في التعقل يعني من ناحية العقلية، هناك فرق بين الجبر الحسي والجبر العقلي. الجبر العقلي ده هو مذهب أهل السنة، ولذلك يسمى الأشاعرة الجبرية المتوسطة، لأن مذهبهم يؤول إلى الجبر. حتى الغريب أن الشيخ الدسوقي لما شرح السدوسية الصغرى قال إن الجبر لازم على الفرق كلها حتى المعتزلة، يلزم من مذهبهم الجبر. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، فكيف يكون المعتزلة في النهاية جبرية؟ قالوا إن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية به بقدرة مودعة. فالسؤال هنا القدرة المودعة هل خلقها المعتزلة أو خلقها الله؟ فيقولون خلقها الله، فيؤول الأمر إلى الجبر. هذا ما قاله الشيخ الدسوقي، قال الجبر لازم على الفرق كلها، كل الفرق في الآخر. لا قال ولولاه، ولولا لا لنسد باب إثبات الصانع. فإحنا لا نقول بالجبر الخالص اللي هو معناه ينفي التكاليف ويقول إنه بعثة الرسل عبث، ولكن نقول بالجبر العقلي اللي هو مرد الأفعال كلها، الإيجاد والإعدام إلى قدرة الله وحده يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإيه؟ وإعدامه. فلما قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن، دخلت أفعال العباد أو لا؟ دخلت، لأنها من الممكن. إذن الذي يخرج عن القدرة هو الإيه؟ المستحيل وإيه؟ والواجب. فلما كانت أفعال العباد من الممكن تعلقت بها القدرة القديمة. طب والقدرة الحادثة تقارن الفعل لتصحيح التكليف، فلا نقول إن الإنسان ليس قادرا بل عاجز، لا، نقول عنده قدرة وعنده إرادة، ولكن قدرته وإرادته مخلوقتان مع الفعل. والله خلقكم وما تعملون. وقال الشيخ اللقاني في الجوهرة فخالق لعبده وما عمل. فإذا كان خالق لنفس العبد فكيف لا يكون خالقا لما هو تابع له؟ يعني مثلا العبد له إيه؟ له ذات وله صفات وله أفعال. فإذا كان الله خلق ذات العبد وصفات العبد فكيف لا يكون خالقا لأفعاله؟ هذا شغل من يقول أن الله خلق ذات العبد وصفات العبد ولم يخلق أفعاله، فهذا مجنون. كيف يعني؟ ما الذي يعني أعجزه عن الصفات؟ وإذا أثبتنا أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، يبقى إذن هي مخلوقة لغيره، ويترتب على هذا إثبات أن هذا الغير مشارك لله تعالى في الأفعال،
فتصير القدرة لا تتعلق بكل ممكن، وإنما يخرج عنها بعض الممكنات وهي أفعال العباد. ولهذا قالوا هذا المذهب هو مذهب المعتزلة، يلزم منه إثبات الشريك. ولهذا في الأحاديث وصف المعتزلة بأنهم مجوس الأمة، بل بعض العارفين قال إنه المجوس أحسن منهم. ليه؟ المجوس أثبتوا خالقين فقط، خالق للخير وخالق للشر، أما المعتزلة أثبتوا كل إنسان خالق يخلق أفعاله، فأصبح الخالقين لا أول لهم ولا آخر، كل إنسان يخلق أفعال نفسه. المجوس أثبتوا اثنين، دول أثبتوا عدد كبير جدا، كل إنسان. فالأزلية احتراز من الحادثة فلا تأثير لها فيما قارنها، ومعنى يتأتى يتيسر ويحسو بها إيجاد كل ممكن، والإيجاد إخراج الممكن من العدم. إيه معنى أن الله يوجد الممكن؟ يخرجه من العدم إلى الوجود. أبو واحد يسأل العدم يعني إيه؟ لا شيء، فيش حاجة. شفت كده؟ هنا عدم مثلا وهنا وجود. فالله تعالى يوجد الأشياء يعني يخرجها من العدم إلى إيه؟ طب والعدم لا شيء، فكيف يخرج شيء من لا شيء؟ يعني فاقد الشيء لا، العدم ما فيهوش عدم، ما هو لو في أشياء في العدم يبقى يصبح العدم ده وجود، فكيف يخرج الموجود من المعدوم؟ يعني لما يخرج الطفل من بطن أمه بيخرج من وجود مش من عدم، يعني هو داخل البطن موجود في الداخل. فكيف أشوف يقول لك إيه؟ الإيجاد إخراج الممكن من العدم إلى الوجود. هل العدم فيه شيء؟ فكيف تخرج منه الأشياء؟ لو خرجت الأشياء من العدم لكان العدم وجودا. وإنما المراد بكلمة من إخراج الممكن من العدم إلى الوجود، هذا يعتبر ده مجاز، مجاز يعني الشيء قبل وجوده كان عدما، فسمي هذا التعبير مجازا، كأنه كان في العدم، هو لم يكن في العدم، يعني لم يكن هناك شيء فصار هناك شيء، فقلنا إن هذا الشيء خرج من العدم إلى الوجود، يعني أصبح موجودا، مش كان موجودا في العدم ثم لا. فهمت كده؟ ده تعبير مجازي، يعني هذا الشيء كأنه كان في شيء اسمه العدم لا، وإلا معنى كده حنثبت أن الشيء كان موجودا قبل وجوده، هذا من الايه؟ من المجاز. واضح؟ يلا. والإيجاد إخراج الممكن من العدم إلى الوجود، وكل ممكن أو يكون المعنى أنه أخرجه الله تعالى إلى الوجود الخارجي، الوجود الحسي، لأن الأشياء لها وجود في العلم، فليست الأشياء التي خلق الله عدم محض من كل وجه، لا، هي موجودة في علم الله، بدليل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يعني يخاطب الشيء قبل وجوده لأنه موجود في علم الله. وبعدين الله تعالى يخرجه إلى الوجود الحسي، لكن كل الأشياء موجودة عند الله تعالى، حتى ولو لم توجد في عالمنا لكنها هي موجودة، فلها وجود في العلم. مفهوم؟ وكل ممكن يتناول أفعالنا الاختيارية كحركاتنا. يبقى كلمة الوجود إما أن نراد بها الوجود الخارجي لو عالمنا المحسوس ده، أو يراد بها الوجود المطلق. الوجود المطلق يعني هي موجودة في علم الله تعالى، خلاص كده ما فيش حاجة أصلا مش موجودة في العلم، وإلا كيف تخصصها الإرادة؟ فلا بد أن يكون الأشياء كلها موجودة بس في علم الله تعالى، إنما كونها تظهر. وذلك الصوفية لا يقولون بعبارة المتكلمين الحدوث، يعني الأشياء وجدت بعد أن كانت عدما، لا يقول الصوفية، يقول لك لا، الأشياء كلها موجودة
ولكن موجودة في العلم، فيعبرون بكلمة الظهور، يعني كأنه الأشياء عارف صندوق زي كده وفي ثوب داخل الصندوق، فالثوب موجود، فلما أخرجته من الصندوق ظهر لكنه كان موجودا. ولذلك يقول ابن عربي: من قال إن العالم حادث من كل وجه فهو مخطئ، ومن قال إنه قديم من كل وجه فهو مخطئ. فقال إنه حادث من حيث الظهور، قديم من حيث العلم، وإلا علم الله قديم، فكيف يتعلق بما بشيء لا وجود له؟ فالأشياء موجودة في العلم، خلاص كده؟ لكن هي كلها عبارات للتقريب إلى أفهام الناس. فلا نقول إن الأشياء لم يكن لها وجود أصلا من كل وجه، ده هذا يستحيل أن يوجد الشيء الذي ليس له وجود أصلا، فلا بد أن يكون موجودا في العلم حتى تخصصه الإرادة وحتى تتعلق به القدرة. واضح؟ وكل ممكن يتناول أفعالنا الاختيارية كحركات. أيوة كده، لما قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن، دخل في كل ممكن أفعالنا الاختيارية كحركاتنا، أفعالنا الاختيارية توجد بالقدرة القديمة وليس بالقدرة الحادثة. حتى قال بعضهم: طب إحنا لنا قدرة، والله تعالى سماها قدرة، ولنا استطاعة، ولكنها غير مؤثرة، لأن لو كانت مؤثرة لأثبتنا ليه الشريك. ولهذا يقول إيه: إن لنا قدرة لسنا بها نقدر، وربنا سوغ إطلاقها في قوله: من قبل أن تقدروا. يا ربنا سماها قدرة وهي غير مؤثرة، إنما هي مقارنة. طب ما فائدتها إذا كانت لا تؤثر؟ قال لك الفائدة تصحيح التكليف، لأنه لو ربنا أخذ هذه القدرة يبقى احنا مش مكلفين، صرت أنت والجماد سواء، أو أنت والعاجز سواء. فيقول لك هذا، يعني مثلا في الحديث: صل قائما، طب إن فقدت القدرة على القيام صل قاعدا، إن فقدت القدرة على القعود صل إيه؟ إيماء. يبقى هنا أثبت القدرة أو نفاها، مع أنه أصلا سواء كنت قائم أو قاعد التأثير ليس لهذه القدرة، وإنما ليه؟ للقدرة الأزلية، لأنه ليس لها مشارك. ولهذا قال الدردير رضي الله تعالى عنه: واحد في الذات والصفات والفعل، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. وكل ممكن يتناول أفعالنا الاختيارية زي الحركات والسكنات، ويتناول ما له سبب كالإحراق الموجود عند مماسة النار للشيء المحروق. ولو جبنا شيء كده ومس النار واحترق بها، فيكون المؤثر أو فاعل الإحراق هو الله تعالى، وتكون النار سبب عادي، بمعنى أن الله لو شاء أن يحرقه من غير نار لفعل، ولو شاء أن تمسه النار ولا يحترق لفعل، كما حدث مع سيدنا إبراهيم. فإذا الإحراق عند الله تعالى يخلق الإحراق عندما تمس النار الأشياء، يخلق عندها لا بها، يعني يوجد الله الإحراق عندما النار تمس الشيء، إنما النار نفسها لا دخل لها في الإحراق. فالله يخلق الإحراق عندها، كما يخلق الري عند الشرب، ويخلق الشبع عند الطعام. هذه هي عقيدة أهل السنة. الذي يقول بالطبع أو بالعلة ده مصيبة، ده كلام الفلاسفة. والذي يقول بالتأثير بالقدرة المدعى ده، بس ده كله جهل، يعني نتكلم على الاعتقاد، لأن القدرة الأزلية لا مشارك لها ولا تأثير في الوجود أو في الكائنات كلها. وهذا ما أجمع عليه المتكلمون، أن استناد الأشياء كلها إلى الله تعالى بالاختيار وبالقدرة الأزلية، ولا تأثير للطبع ولا للتعليل ولا لغيره. ويتناول ما له سبب كالإحراق الموجود عند مماسة النار للشيء المحروق، وما لا سبب له كخلق السماوات والأرض. يعني ممكن الله تعالى يؤثر
من غير سبب، يعني يخلق كده زي ما خلق السماوات والأرض. ممكن يخلق بسبب، يعني يخلق الإحراق بسبب مماسة النار، هذا له سبب. ما هو السبب؟ هو المماسة. وهناك أشياء يؤثر الله فيها من غير سبب، خلق السماوات والأرض. والإعدام هو أن يصير الشيء لا شيء كما كان أولا، وهذا على المذهب المختار. ومعنى على وفق الإرادة أن الله تعالى لا يخلق ويوجد بقدرته إلا ما أراده، أي إلا ما خصصته إرادته تعالى. وفي بيان أحكامها، يعني أحكام القدرة، من إثبات وجوب قدمها وبقائها، ووجوب عمومها بجميع الممكنات، ووجوب وحدتها وعدم اتحادها بالذات، هذا مراده بأحكامها. ما هي أحكام القدرة؟ سؤاله. أحكام القدرة أول حاجة إثبات قدمها، اثنين إثبات بقائها، ثلاثة إثبات عمومها لجميع الكائنات، أربعة إثبات وحدتها، خمسة إثبات اتحاد عدم اتحادها بالذات، عشان المعتزلة قالوا هي والذات شيء واحد. هذا مراده بأحكامها. يبقى كم الأحكام؟ أربعة أو خمسة. هي معنى الإيجاد عرفناها، إخراج الممكن من الإيه؟ من العدم إلى الوجود، ده الإيجاد. طب والإعدام؟ يصير الشيء لا شيء. أما الإيجاد هو أن يصير اللا شيء شيء. فهمت كده الفرق بين الإيجاد والإيه؟ وهذا هو المختار على مذهب الإمام الأشعري. لكن في مذهب آخر أن القدرة لا تتعلق بالإعدام، قول آخر للأشعري يقرر فيه أنه لا حاجة. المذهب المختار ومذهب الجمهور أن القدرة تتعلق بالإيجاد، تتعلق بالإعدام كما تتعلق بالإيجاد، يعني الله تعالى يوجد ويعدم بها. وفي مذهب آخر للأشعري أيضا يقرر فيه أنه لا حاجة لتعلق القدرة بالإعدام، يعني يقول الله تعالى قدرته تتعلق بإعدام الأشياء، بإيجاد الأشياء لا بإعدامه. طب ما كيف يعدم؟ قال الإعدام معناه قطع الإمداد، فيرجع الشيء إلى صفته العدمية إذا انقطع عنه الإمداد، لأن الله تعالى يوجد الأشياء ثم بعد الإيجاد في إمداد، يعني يمدها بأسباب البقاء والوجود، فإذا قطع عنها الإمداد انعدمت كما كانت قبل الإيجاد. يبقى إذن لا حاجة لأن تتعلق القدرة بالإعدام، ده مذهب آخر. وإنما الشيء إذا أراد الله أن يعدمه يقطع عنه الإمداد. أما المذهب المختار أن القدرة تتعلق بالإيه؟ بالإيجاد، وتتعلق أيضا بالإعدام. المذهب الثاني يقول لك لا، تتعلق بالإيجاد فقط، أما الإعدام ده زي إيه؟ زي الفتيل الذي انتهى زيته، يعني أنت بتشعل فتيلة كده وفي زيت، فالزيت لما ينتهي، أو زي الوقود اللي في السيارة، السيارة لا يمكن تتحرك وتعمل إلا بالوقود، مش كده؟ طب إذا أراد أن توقفها أو توقفها عن الحركة، هل تضع وقود آخر لإيقافها؟ لا، إنما كيف تقف بانتهاء الوقود وحدها، أما ينتهي الوقود تقف مباشرة من نفسها من غير إيه؟ إيقاف. فإذا انتهى البنزين تقف، كذلك إذا الفتيلة تشتعل بالزيت، فإذا انتهى الزيت تنطفئ تلقائيا دون حاجة إلى قوة تطفئه. يبقى عندنا كام إيه؟ مذهبين. ما هو مذهب الجمهور؟ أن القدرة تتعلق تجعل اللا شيء شيء، والشيء لا شيء، ده مذهب الجمهور. إنما مذهب اللي اختاره الشيخ الأشعري قال لك لا، الله تعالى يوجد الأشياء بقدرته، فإذا أراد إعدامها قطع عنها الإمداد، يعني لا يمدها بأسباب البقاء، فتنعدم تلقائيا يعني من نفسها. يبقى إذن تأثير القدرة بناء على المذهب اللي قاله الأشعري، نقول كده، نقول القدرة الأزلية عبارة عن صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن فقط، ما نقولش هو إعدام، لأن الإعدام ليس من تأثير القدرة. واضح؟
والله تعالى أعلم. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلومات